هو انت سعيد بوحدتك دي يا رمزي؟ بص يا دولا، هو انا من زمان يعني وانا ملطوي. ملطوي يعني من مالطا يعني مش من مصر يعني؟ لا انا اقصد يعني ان انا يعني شخصيتي كده هو منكمشة على ذات نفسيتها. لا ما هي منكمشة اكيد عشان مثلا غسلت شخصيتك في ماء ساقع. يا دولا انا بنسجم مع الحيوانات كده وما بحبش البني ادمين على فكرة. انا كان نفسي اطلع انفد. انفد وايه مجموعك ما جابش انك تطلع انفد وطلعت تجحش ولا ايه؟ لا يا دولا يعني انا كان نفسي اطلع انفد علشان يعني انفد كده هون في نفسي وانفد في الدنيا واسلك بقى. عارف انا نفسي انك انت تنفد من البازار ده واسلك انا بقى. يا دولا خلاص بقى، لا تبكي على الكوكتيل المسكوب يا دولا. انا خلاص طلعت بني ادم واللي حصل حصل. يا ابني انت فاهم انك بني ادم، انت مش بني ادم، انت مخلوق عجيب يلا. ولا عمرك يلا فكرت مثلا ترتبط بواحده ست؟ ياه اخلص. ايه ياه نص ساعة ياه؟ يا بص يا دولا بقى، ما تفتقش في الفتوقات يا عم اللي خيطها الزمن. فتوقات؟ انت ايه كنت بتحب جيبة مقطعة يالا ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك. اي خدمة يعني؟ حضرتك دخلة البازار فعلا قصدة البازار ولا للأسف مثلا دخلتي غلط؟ هو في ايه؟ مين المسؤول هنا على البازار ده؟ مع حضرتك عادل سعيد رئيس مجلس إدارة البازار والمسؤول الأول، زائد إن أنا المحاسب القانوني للبازار. أوكي أوكي. دول أكلم رانيا مراتك. و كلم أم ياسمين بقى بسرعة. غبي يا غبي، بتطلع أسرار بيتي هنا في الشغل يا غبي. أيا رانيا. لو سمحت يا ابو حمالات. انت ايه اللي لو سمحت يا ابو حمالات؟ بتفتكر الحمالات؟ حضرتك بصي انا ليا اسمي اللي تنديلي بيه. وانا هعرفه منين اسمك ده؟ ما بتسالي دولا؟ مين دولا؟ دولا ابن عمي. دولا ده احنا ده كل القهوه اللي بنقعد عليها عارفينه، وكل الناس اللي قاعدين في الشقه بتاعته عارفينه، وكل انت خلاص ابيض خالص كده ابيض. يا ابني انت مالك؟ انا لسه جايه من الشارع دلوقتي. استغفر الله العظيم يا ربي. جايه بقى من الشارع عشان يلمك بازار ولا ايه؟ انت اهبل ولا مجنون ولا غبي ولا في ايه؟ بص بقول لك ايه بقى، ما تقعديش بقى تحيريني بقى كده هون، علشان انا مش فاضي. انا مش فاضي، عندي شغل، عندي اله الطفوله ميتو رائع عايزه اروح ارضع. لا 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 انت رائع، انت ما حصلتش، انت تحفه. انا عارف ده كله عارف، بس ارجوك يعني ما تستدرجنيش بمسلوق الكلام علشان اعمل لك تخفيضات. خالص ما فيش حضرتك شلم ولا ملين هرضى انزله. ما فيش شلن وملين؟ لا انت مستقلب نفسك جدا. بص يا استاذ، انت بنظري ما تسويش اقل من ربع جنيه. طب لو سمحتي ابعدي بس ايدك شويه. ماشي يا رنا. ماشي ماشي خلاص ماشي. سلام 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 سلام. يخرب بيتك، انا اسف جدا الواد الغبي ده يكون ضايقك ولا حاجه يعني. والله بصراحه يا استاذ انا ما يضايقنيش غير المتطفلين. وكمان تطفلت على الهانم يا غبي. ولا روح اجري نظف تمثال اله القذاره اجري. حاضر. لا 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 لو مشي انا مش هشتري ولا حاجه من البازار ده. اصل انا معجبه جدا بشخصيه الاستاذ. لو سمحت ممكن اسم حضرتك؟ حضرتك انا اسمي رمزي الشهير بابو الرماميز ابن عم دولا. حضرتك انا بقى دولا يعتبر من اكبر شعراء البازارات اللي في مصر كلها، بالاضافه ان انا بحل كلمات متقاطعه بتفرج على اوبرا. رمزي نعم. ارجوك ذكرت بتاعي، ممكن تليفونك؟ والله بيشحن يعني. بصي حضرتك غبي، افتكر عايزة التليفون نفسه. غبي غبي يعني. أنا بموت في الشخصية دي. تموتي في إيه حضرتك؟ بقولك غبي غبي يعني. بالعكس يا أستاذ، ده مش غباء، ده غموض. غموض إيه ده غباء حضرتك؟ حضرتك ولو بتدوري على الغباء أنا أغبى منه. عايز كارت بقى؟ رمزي أرجوك. نعم. كارتي معك، أنا مستعجلة دلوقتي لازم أروح. أنت لازم تتصل بيه عشان نتكلم. معك مروة طبقي مخرجة إعلانات. باي باي. باي باي. الكارت في عيني ما تقلقيش. هتعمل ايه بالكارت ده؟ ايه دول هقعد بقى رنلها رنلها دول. ترنلها ايه يالا؟ وبعدين دي مخرجة اعلانات، اكيد يالا هياخدوك يحطوك على علب السمنة يالا. انت بقى حضرتك يعني ما تزعليش مني في الكلام اللي انا هقوله يعني. ها لون عين حضرتك يعني كده مش عاجباك؟ هي لونها اخضر كده. هو ده مرض؟ مرض ايه يا رمز؟ الحاجات دي حلوه عند الستات ان عينيها تكون خضره، والرجاله بالاخص بيحبوا الموضوع ده. انا ما حدش قال لي من الرجال ازاي ياخدوا قرار ومن غير ما يرجعوا لرمزي. لا 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 دي مذهله. لا
والله انت اللي مذهله. حضرتك تحب لون عينيها تكون ايه؟ انا بحبها لونها التنفسجي. تنفسجي؟ والله للاسف يا استاذ رمزي انا ما عنديش اللون ده. انا عندي في البيت لون كركري، ينفع؟ والله لما تكركري بقى تلبسيها قولي لي. يخرب بيت دماغك يا رمزي. بص يا رمزي، انا مخرجه. انا مش ضد عمل المراه كممرضه خالص. ممرضه مين يا ابني؟ انت اللي مريض. افهم يا رمزي افهم، انا معجبه بيك. الا الا. طب ما تقولي كده من الاخر يعني. لا ما اقصدش كده، انا معجبه بيك كمخرجه، معجبه بتكوينك ونفسي استغله. لا 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 حضرتك، لا انا ما اسمحش. انا رمزي ما يسمحش حد يستغله ايه ده اللي انت عامله ده؟ يالا اللي انت عامله ده يخرب بيتك، عامل لي اسطول فرعوني يالا بالورق. مسطول فرعوني؟ ايه دولة؟ واحنا اي حاجه كده وننسبها للفراعنه، حتى المخدرات يا دولة. بص بقى السفينه دي، سفينه ايه يالا؟ يخرب بيتك يخرب بيتك، اعمل لك ايه اعمل لك ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتضربه وبتشتمه يا اخي؟ ايه انت ما عندكش قلب؟ معلش معلش يا رموستي، معلش. رموستك؟ وكمان موستي. موستك؟ والله يا نقنق، والله ومليكي عليا حلفان يا حبيبه قلبي، انا عمري عمري ما هزعل منك طول ما انا شايفك بنضارتي يا نقنق. لا نضارتك دي لينا فيها كلام تاني، بس مش وقته. ايه عايزه ايه من نضارته حضرتك؟ عايزه تلبسي نضارته؟ لعلمك لو لبست النضاره عينيكي هتصرف. خده خدوا كلوا واشربوا عشان تتقوتوا، انتوا تعبانين قوي من الشغل. الله، شندوشات ايه دي يا نقنق دي؟ فراخ بالحلاوه اللي انت بتحبها. الله، فراخ بالحلاوه؟ الله ياخدك، فراخ بالحلاوه، الله يقرفك. وانت من امتى الكرم والحنيه دي؟ ده انت لما كنت بتديني البنه كانت بتلزق في اسناني. ناقص بقى حضرتك تعملي له سمك بالمربى. سمك بالمربى؟ لا مش ممكن. هطبخهولك بكره. نظفت السمك من الزفاره وحشيته مربى وجاهز على الطبيخ. بس انا للاسف كده معزوم على الغدا بكره، يعني مع البت دي مروه دي اللي انا مش طايقها. مروه مين ومش طايقها ايه؟ بقولك هطبخلك وسمك بالمربى، تقولي مروه لازم تيجي تزفر بقك بالسمك. يا سلام، على طول لسانك زفر وعايزه تزفري لسان الواد طول الوقت، ما بناخدش منك حاجه عدله ابدا. ما حدش وجه لك كلام، بتحشو ما حدش وجه لك كلام. رموزة افتكرت، احب اتصل بيك على الموبايل. ماشي، وهتشيك عليا؟ ايوه هشيك عليك. انت شيك من غير حاجه يا نقنق. نقنق؟ ايه ده، دي كلمه شعريه قوي. انا هقعد طول الليل احلم بكلمه نقنق ديت، جديده جديده قوي في السوق. على اساس ان انا ايه بقى في البازار ده يعني؟ تمثال اله الكوبري؟ ما تسلك ايدك يا بنت من الاستك يا بنت. حد يفكني حد يفكني يا دول. يلا يلا اتكل على الله. ابو بينات بقى هشيك عليك بقى ان شاء الله في ال. يلا اتكل على الله. بره 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 يا بنت. يا ابني افهم بقى، انا هعمل منك موديل مشهور كبير تكسر الدنيا دي كلها بظرف اسبوع واحد بس، هو مده الحمله الدعائيه. ده انت هتبقى اشهر واهم من احمد عز. مين احمد عز ده؟ وبعدين بقول لحضرتك ايه، احترمي نفسك. يعني ايه موديل موديل؟ انا روح، انا بني ادم. مش عارفه اخش للكائن الفضائي ده ازاي. بيخبط على الباب وانا افتح لك يا ستي، لكن بقى تقولي لي موديل وقرون والحاجات دي انا ما اسمحلكيش. يا ابني افهم، ارجوك ارجوك، انا عندي منتج اعلاني ما ينفعش حد غيرك يبقى الموديل بتاعه. اسوق عربيات يعني وكده؟ لا يا ست، بص انا بعمل حوادث بالعربيات، اذا كانت عربيات يعني في الملاهم وكهرباء دي ماشي، بس تبقى الكهرباء مقطوعه. يا ربي يا ربي، انا عملت شرور كتيره في حياتي، ولكن العقاب ده اكبر واهم من اي خطا انا ارتكبته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. الله الله الله، وكمان بتقول له يا حبيبي؟ بتخني في فتره ما قبل الخطوبه يا اخي. طب استنى للجواز كنت اعديها لك. معلش احنا اسفين جدا يا استاذه مروه، يعني ان حضرتك شايفه المناظر دي، انا اسف جدا. بقول لك ايه، رمزي ده ابن عمي وبيحبني انا ومتكلم عليا انا، وبيننا قصه حب مستمر. اوعى يا اخي، مستمره بقالها سنين. يا بجد يا نقنق؟ بجد والله؟ يا وانا فاكر تهزيئك ليا طول السنين اللي فاتت دي اهانه، طلع حب واستكانه. حضرتك اتعرفتي على اتنين من ازبل عائلتي، يعني عيلتي الصغيره دول ازبل اتنين فيها صراحه يعني.
بنت انتي بقول لك ايه، رمز ده تنسيه خالص وتشيليه من دماغك وتدلتي نمره تليفونه من على تليفونك وتشيلي عينيك الحلوه اللي اتدب فيها 18 ار بي جي دي من عليه. بتحترمي نفسك يا ست انتي، عينين ايه ولوز ايه؟ انتوا فاهمين الموضوع غلط يا جماعه. حضرتك انا الوحيد اللي فاهم الموضوع صح. واضح طبعا ان حضرتك يعني بتميلي ليا، وبعدين عايزاني اغير من الحيوان ده صح؟ لا لا لا، انتوا مجانين رسمي يا جماعه. انا مروه الطبقي، مخرجه الاعلانات المشهوره في مصر، ورمزي ده هو بس عشان استعمله واستخدمه عشان يبقى الموديل بتاع المنتج بتاعي اللي ما حدش عايز يعمله. منتج؟ منتج ايه؟ منتج ايه اللي ما حدش عايز يعمله لك ده؟ اسمعي يا ستي، انا ماسكه حمله دعائيه اسمها نمي ذكائك ورتب اوراقك، وده كورس صيني محتاجين بني ادم غبي عشان يعمل الموديل بتاع الاعلان. للاسف لفيت الدنيا دي كلها ما لقيتش اغبى من البني ادم ده. بقى هي كده الحكايه؟ وانا اللي كنت فاكراكي معجبه بيه. معجبه بيه ايه؟ ما انا قلت لك من الاول معجبه بيه انا يا ماما. بي اي وسي اي، ده مفيش واحده حتى لو كسرت تبص على البني ادم ده. دي الشماعه، حتى الشماعه تقرف ان انت تعلق هدومك ولا حمالاتك دول عليها. اوعي يا نقنو، ايه الغلط ده بقى؟ ليه الغلط حضرتك؟ انا كلمتك عشان تقعدي تغلطي تغلطي تغلطي. الحمالات عملت لك ايه؟ يا سلام، عماله تهزق فيك من الصبح يالا وانت ساكت. الحمالات هي اللي وقفت في زورك يالا. اهدى يا عادل، سيب لنا الطلعه دي. اهدى يا اخويا يا حبيبي يا شقيقي، يا بارد يا رمه، يا حمار يا كلب، يا معفن يا زفت، يا ليه ادب يا عديم التربيه. انت الله يخرب بيتك، في واحده عندها ذره عقل تبص لواحد زيك وانا اللي ايه؟ كنت هضيع عمري كله بسبب غيره الستات. ايه نقنو بالراحه، نقنو بالراحه بالراحه يخرب. خلاص 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 يا سناء، خلاص سيبيه سيبيه سيبيه. الحمد لله احنا اسفين جدا للمناظر اللي انت شايفاها دي، يعني اسفين جدا صراحه. لا ولا اسفين ولا حاجه، انا حاسبها كده تقطع في روميو بتاعها وعوضي على الله في النحتايه دي. بقول لحضرتك ايه بعد اذنك، يعني اعوضك على الله في النحتايه ليه؟ النحتايه تفضل شغاله، بدل ما كنتوا تعملوا اعلان عن اللي ما يستعملش البرنامج يبقى غبي زي رمزي، اعملوا الاعلان على ان اللي يستعمل البرنامج يبقى ذكي زي عادل سعيد. عادل سعيد اسم له تاريخ عجيب. يا سلام، انا هعتزل الاعلانات، انا هتجوز واقعد في البيت. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ طب في الشهر شايف شايف بس بس. خلاص يا سناء، خلاص يا سناء، خلاص يا سناء، خلاص يا سناء، خلاص يا جزمة، خلاص يا جزمة. مندوب اهلا وسهلا. اسم حضرتك فانيلي؟ ده اسم العيله فاميلي. اكيد طبعا، الوالد بقى كان بيشتغل في الملابس الداخليه اول من اخترع الكرسون. ما اكيد طبعا عشان البرد في الشتاء يعني، والحاجه ام الاختراع. انا بقول حياتك يعني نبطل كلام في الامور الداخليه ونتكلم في المهم. عندك حق حضرتك، انا كان عندي شويه اسئله يا ريت يعني تجاوبني عليهم. أنا بصفة المسؤول الأول عن شركة يما القمر على الباب، فمفوض إني أجاوب عن جميع الأسئلة اللي يقولوها الجماهير. حضرتك يعني السؤال الأولاني عبارة عن الأبراج اللي أنتوا حضرتك يعني هتعملوها إن شاء الله في القمر دي، هتبقى بإذن الله بعد قد إيه تسليم مفتاح مثلاً؟ انت تقصد حضرتك ايه بالظبط؟ اقصد ايه يعني حضرتك الزبائن اللي احنا هنقنعهم يعني هنقول لهم هيستلموا شقاهم على المفتاح امتى يعني؟ في هذا القرن ان شاء الله. في القرن ده، في القرن ده الساعه كام بالظبط؟ جرى ايه يا عادل؟ الساعه محدد انت قوي، اساله يوم ايه يوم ايه حضرتك؟ احنا هنبدا نعمل اعمال المحاره ان شاء الله قريب. قريب يعني حضرتك الناس اللي هيستلموا محاره وحلوق وهم يشطبوا بالظبط كده. طب انا كان عندي سؤال حضرتك، هل هيبقى في خط قمر ارض بحيث ان احنا يعني نبقى قاعدين على القمر واهالينا يبقوا قاعدين على الارض، فهنبقى محتاجين كل خميس وجمعه كده ننزل على الارض وبكده كل السبت بقى الصبح نرجع تاني على القمر، يعني هيبقى في ترانسبورتيشن؟ احنا هنعمل شبكه مواصلات صاروخيه من الارض للقمر، هتشتغل 77 ساعه ضوئيه. هل في مواصلات على القمر نفسه؟ يعني مثلا ميكرو باص القمر، سي تي اي القمر، مترو الانفاق، توك توك القمر؟ بس يا ريت لو هيبقى في توك توك القمر بلاش العيال الصغيره هم اللي يسوقوا التوك توك حضرتك، يعني لسبب بسيط جدا، لسه عيل صغير كان سايق توك توك خبط الكلب البلدي بتاع الواد فتله والواد متدمر متدمر على اللي هو
هو المحور بتاع المنيب ده حضرتك، وبعدين لو مدام هنطلع توك توك على القمر نرخص من بدري بقى. لا هنرخص هنرخص ان شاء الله. بص ادي الخريطة موجودة اهي، بص بقى يا سيدي، وهيبقى ليكم في الخريطة دي خريطة تمام. بص ليكم حتتين ارض مجانا وهنبنيهم لكم على حسابنا، بس انتوا شطروا وسوقوا الارض للجماهير. ناخد العناصية دي. ناخد العناصية دي حلو. لا بس بلاش العناصية. معقولة خلصتم مهمتكم بالسرعة دي؟ ده انتوا ايه، ده انتوا حاجة مش معقولة ابدا، ده انتوا حاجة عظيمة. ما هو ده شعارنا حضرتك، سرعة في الاداء دقة في التنفيذ. حضرتك الفلوس اهي كلها موجودة، وهتلاقي حضرتك فيهم شوية ارباع وانصاص كده اهو، دول من شوية شباب يعني غلبانين عايزين يطلعوا القمر يكونوا نفسهم يعني. ده انتوا كده هتشجعوني ان انا اديكوا كوكب عطارد. عطارد حضرتك دي مسؤوليه ضخمه قوي علينا. استنى تقلي ما تدلقيش. حضرتك يعني بجانب عطارد ينفع ناخد زحل وبلوتو؟ انا بحب بلوتو قوي صراحه يعني، وبعدين انا من زمان كنت بحلم ان انا اعمل مشروع سوبر ماركت كبير جدا يعني في السما كلها بقى. انا هديك توكيل خردوات في المجره. مجرد طب حضرتك يعني معلش هو طلب يعني مهم شويه، الشباب اللي دفعوا الفلوس دي كلها يعني عايزين يعني يعينوا الارض اللي هيسكنوا عليها. انا هعمل لكم رحله صاروخيه. هم جايين يا باشا، احنا مظلومين يا باشا. سيادتك حضرتك يا صباح الخيال بقى، حضرتك عايز تعبي القمر في ازايز؟ لا طبعا يا فندم، دي حاجه ما تصدقش يعني حضرتك، انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. حضرتك هي دي صاحبه الفكره يا عادل؟ بتبيعني يا عادل؟ انا مراتك يا عادل، مراتك. ابيعك طبعا ما دام ما عرفناش نبيع القمر، اي حاجه تجيب لنا اي حاجه في اي حته. طب وانتوا ازاي تسمعوا كلامه؟ يا باشا هنعمل ايه؟ مفيش حقوق في البلد دي سكن فيه. ولا انا مش لسه ماسكك من 5 سنين انت والبنت دي في الحديقه الدوليه؟ ربنا يكرمك يا باشا ان شاء الله، بس من 5 سنين دي عدت، خلينا في النهارده حضرتك يا باشا. سعادتك انا وهي يعني برغم ان انا مش شريكها، بس احنا اتنصب علينا يا باشا، اللي نصب علينا واحد اسمه فانيلا، شوفوه بقى متعلق على انه حبل واقبضوا عليه. جاري البحث عنه، ادينا بندور، وحليني بقى. حاسب عليا كده شويه، حاسب بس. هو ده يا باشا حضرتك فانيلا اهو. فانيلا؟ فانيله ايه؟ والله وقعت في ايدي يا حمدي يا بنطلون. يخرب بيتك ومزور اسمك وماشي بالفانيلا وسايب البنطلون. هو انا كل شويه يا باشا نصبها تحصل في البلد تمسكون انا؟ معلش يا سيدي استحمل، اصل في ندره اليمين دول في النصابين، وبعدين بقى احمد ربنا ان احنا بنجيب لك شغل. الشنطه دي اللي فيها الفلوس دي كنت ناوي هج بيها على بنها، الامين عكشني على اول الطريق الزراعه. تخيل حضرتك يا باشا مهرب فلوس لبنها. كنت ناوي اعيش في الحلال، اجيب نحلتين واعمل منحى العسل. اتفضل حضرتك، نحلتين يعمل بيهم منحى العسل؟ يعني ده انت لو جبت النحلتين قعدوا يلفوا طول اليوم عشان يعملوا عسل لمده سنه مش هيعملوا لك معلقه عسل. بدل ما تجيب معلقه عسل حضرتك جايب كم فلوس تعمل بيه ايه؟ بص النصب. معلش يا عادل، ما يمكن الراجل عايز يبدا من الصفر يا حبيبي. شفت حضرتك شريكته في الجريمه. ثانكيو. جود افترنون. يا دولة، ايه يا عم السرحانة اللي انت فيها دي من الصبح يا دولة؟ لا مفيش. على رمزي برضو يا دولة، في ايه يا عم؟ مفيش. لا قولي يا رمزي، هو الواحد ممكن يبقى نايم في مكان يعني ويصحى يلاقي نفسه في مكان تاني؟ طبعا يا دولة، اكيد مثلا بتتقلب كتير ولا حاجة اليومين دول؟ اتقلب كتير، ابقى نايم في اوضة اصحى الاقي نفسي في اوضة تانية يا اخي. اوضه تانيه؟ لا يا دوله مش معقوله دي يعني. ممكن تلاقي حد مثلا بيهزر معاك وشالك وانت نايم. شالني وانا نايم من غير ما احس بيها يا زكي؟ صح يا دوله، صح معاك دي حق يعني. طب دوله ممكن تكون انت مثلا بتمشي وانت نايم؟ بمشي وانا نايم. على فكره دوله في واحد في البلد عندنا كان كده هون برضو بالظبط، لحد في يوم كده هون لقوه بيصيف في اسكندريه. بمشي وانا نايم يعني تفتكر يا رمزي حكايه ان الواحد يمشي وهو نايم دي حقيقيه يعني؟ يا دوله يا حبيبي دي حقيقه مؤكده علميا. حقيقه مؤكده؟ انت ايه يعني بتقرا من ورايا بتتعلم من ورايا ولا ايه؟ لا يا دوله ان شاء الله تفحوا. لا يا عم دي بس شويه معلومات عاميه كده اهو. اكيد معلومات عاميه ما دام جات لك وما راحتش لاي حد تاني المعلومات دي فهي معلومات عاميه طبعا. يا دوله امال ايه يعني، ولا عايزني افضل جاهل زيك كده طول حياتي ما اعرفش حاجه خالص؟ جاهل زي اطلع بره هنا. انا اسمع بره، اطلع بره هنا. ايه
يا دولة حبيبي، ازيك يا دولة؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ايه؟ في ايه؟ اقرا ده يا رمزي. في يا دولة في اقرا بس. اعلانات مبوبة. مبوبتي مبوبتي بس. الحوادث يلا الحوادث. اسمها مبوبة دي الحوادث. يلا الحوادث. انفجار ماسورة في وسط القاهرة تحط يلا ماسورة ايه يلا الخبر اللي تحتيه يلا اللي تحتيه. ماشي يا دولة. مقتل راقصة في حي الهرم. ايه دولة انت زعلان يعني على الرقصة؟ ليه يا دولة؟ انت كنت على علاقة بيها ولا حاجة؟ يد علاقتي يلا هتوديني في داهية. مش على علاقة ولا حاجة يلا. فاكر لما جيت زورتك وبعدين مسكت الكرباج وقعدت اضربك وانت في البازار؟ فاكر يلا؟ ما تفكرنيش بقى دولة. لا انت صحيح يا رمزي كان احساسك ايه وانا ماسك الكرباج وعمال بقطع فيك؟ انا دولة يعني حسيت ساعتها كدهون ان انا كدهون يعني اسد واقف في البازار كده هون وانت عمال بقى تروضه. بيروضوا الاسود في البازارات دلوقتي يالا؟ ده في السيرك يالا. وبعدين بيروضوا حيوانات كتير غير الاسود. طيب يا دولة احنا ما علينا دلوقتي يا عم. ايه علاقة بقى الحادثة دي يا دولة باليوم اللي انت ضربتني فيه يا عم؟ ما انا اصلي يالا خايف اكون انا اللي عملتها يالا. عملت ايه يا دولة؟ معقولة يا دولة تكون وصلت للقتل؟ مش هيحصل. انا بقول لك يمكن يلا يمكن هتلبسني مصيبه. حرام عليك يا دولة حرام عليك. عملت لك ايه الرقاصه كده وانت قتلها في عز شبابها بدله الرقص؟ يخرب بيتك يلا. بقول لك يمكن مش انا مش اكيد بقول لك يمكن. بص يا دولة انت لابسها لابسها يا عم. انت دولة ما بتبقاش عارف شكلك بتبقى عامل ازاي وانت نايم بيبقى كلك شر. الله صحيح انا ببقى شكلي فعلا شرير قوي. ايوه دولة بيبقى شكلك كده هون يعني قتل قتله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ بص يا دولة انت تروح تسلم نفسك للبوليس يا عم واخلص بقى واخلص. ايوه بس انا لو سلمت نفسي للبوليس البوليس مش هيصدق يعني ان انا كنت نايم. يا دولة لا هيصدق. دولة انت تروح تقول لهم ايه انا اللي قتلتها بس كنت نايم وحيات ربنا واحلف وهم هيصدقوك ويسيبوك. يا سلام يصدقوني بالسهوله دي؟ ايوه يا دولة ده اذا كان يا عم انا مصدقك البوليس مش هيصدقك يا عم وانا يا عم هروح اشهد معاك يا دولة. انت بالذات ما ينفعش تشهد معايا يا ابني. انت اساسا معاك شهاده معامله اطفال وهم ما بياخدوش بشهاده الاطفال. ما تتكلمش خالص. طب اربي شنبي واعمل ده؟ تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتربي شنبي؟ اهلا بسعاده الباشا. منور يا باشا. مش بعد الزياره دي خير يعني؟ جات لنا اخباريه ان الزباين عندكم مزاجهم عالي وبيشربوا حشيش على الشيشه. حشيش؟ اشاعات مغرضه يا باشا. لا مؤاخذه سعادتك شايف اهو زباينا كلهم ناس محترمين ومش اي حد يعني. والناس هتتبلى عليك ليه يعني؟ المنافسين بتوعنا يا باشا عاوزين القهوه دي تقفل، لكن زبايننا لا مؤاخذه من احسن الرجال. وعندك اهو مثلا يعني الاستاذ عادل ده راجل محترم وصاحب بازار. ماشي. خير يا باشا؟ مفيش حاجه. لو سمحت يا سعاده الباشا كنت عايز حضرتك يعني بص حضرتك يعني مش ضروري يعني تقبض عليه في القهوه كده قدام الناس علشان الشوشره يعني. هو بص هو قال لي يعني ان انا هسلم نفسه بهدوء. قبض على مين يالا؟ على دولة. ده دولة حبيبي ما هو اللي قتلها. بس صدقني يا حضرة الأمين هو والله كان نايم. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ خرب بيتك بتسلمني يا ربزي. يا دولة هسلكك وزن. قتل مين بقى؟ قتل الرقاصة حضرتك. اهي الرقاصة اهي وبيدوروا على المجرم والمجرم اهو. قبضوا عليه. حضرتك انا ما عملش حاجه والله حضرتك يعني. ماشي يا رمزي ماشي يا رمزي. بتعمل كده فيا يا رمزي؟ ماشي ماشي يا دولة. ده انا الواجب بيحتم عليا ان انا ابلغ عنك. يحتم؟ وانت جبت يحتم دي منين؟ يا دي خرب بيتك يالا. ما انا ما يتقبض عليها تبقى انت في الشوارع يالا. هو انت عندك شغل غير في البازار يالا؟ لا يا دولة بص انا هجيب لك اكبر باش محامي في البلد كلها يا دولة ما تقلقش. حضرتك الظابط. طب بص انا هقول لحضرتك حاجه. انا ما كنتش لوحدي بقى في الجريمه دي. امال مين اللي كان معاه؟ كان معاه رمزي وهو كان بيقفل عليا وانا عمال بضرب الرقاصه. حضرتك ايه ده؟ دول دول كده وانت ضايع مستقبلي. مستقبلك وانت ليك مستقبل يا صايع. تعالى معايا في الحاجز على الاقل هتلاقي لقمه. طب حضرتك انا رجعت بكلامي. هو ما عملش حاجه قدامي. يلا هو ما عملش حاجه. ده كان نايم. كان ليه؟ دولا هم دول الكفار يا دولة؟ ولا ما تستهبلش يالا عشان دول ممكن يقطعونا هنا. دول خيرة شباب مصر. دول اللي هيجيبوا لمصر كاس العالم ان شاء الله. ايه ده يا راجل؟ يا رب. طب والنبي يا دولة صورني جنبهم يا دولة. حبايبي يا مساء اللطافة والزرافة والخفافة. ايه ده يا طاقيه؟ انتوا هتهزروا معانا ولا ايه؟ يا حضرتك احنا ما بنهزرش. وبعدين انت بتتكلم معانا على اساس ايه؟ روح يبعت لنا حد كبير. يلا احنا جايين ان هو في مدرسة كي جي 1. كي جي؟ طيب انا هبعت لك اصغر واحد في الفصل.
الله عليك يا دولة، ايه الاجرام ده؟ ده انت مجرم جرمانة يا دولة. امال ايه يالا، امال ايه لازم تاخدها من اولها كده يالا؟ تعرف انا ديتها ايه؟ انا املوهم بس شوية واقوم اقطعهم واحد واحد. كنت فين من زمان يا دولة؟ ملكش دعوة. نعم ملكش دعوة. نعم. حضرتك هو ازاي يقومك؟ ازاي يقومك؟ ده اتجنن الواد ده في دماغه ولا ايه؟ لا حضرتك روح ارتاح تاني وبعت لنا الصغير اللي بعتك. اتفضل حضرتك اتفضل. انتوا جايين تهزروا هنا يا قطط؟ لا بقول لك ايه، انت كده غلطت غلطه عمرك. نزل ايدك، انت ما بتعرفش انت بتتكلم مع مين يا ابني. بتكلم مع مين يعني؟ سكسي بوند؟ لا حضرتك يعني ده انت اللي بتهزر. هو سكسي بوند ايه يعني؟ بص حضرتك انا قتل قتل يعني، بس يعني تخصص رقصات، لكن ان شاء الله ناوي اوسع نشاطي واخش مع الاحجام التانية والشربات وكله يعني. رقصات؟ امال فين الصاجات؟ رمزي ده شكله ده يالا اللي بيطلع في المصباح بتاع علاء الدين يالا. يا راجل اللي هو بنطلب منه؟ اه. طب انا نفسي ابقى غني. قول نفسي ابقى ذكي، قول له يالا قول له. انتوا جايين تستعبطوا هنا ولا ايه؟ نستعبط ليه حضرتك يعني؟ بص بقى انت عمال من الصبح تمخمط فينا واحنا ساكتين لك. ساكتين لك. انت مين؟ انا حسون المفتري. قاتل حد دلوقتي 1000. اهلا وسهلا يا استاذ شهريار، اهلا وسهلا حضرتك. شكلك كان ملابس. في ايه حضرتك؟ في ايه؟ نزلني لو سمحت. عادل سعيد. ايوه انا فوق. زياره فيزي. زياره؟ يا ترى مين اللي جاي لي دلوقتي؟ عادل يا عادل يا حبيبي، انت فين؟ انا هنا اهو يا رانيا. يا عادل يا بيبي تعالى يا بيبي. ايوه لو سمحت يا استاذ، بس ممكن تنزلني اكلم المدام؟ احنا في خدمه الموزس. شكرا. وحشتني. انت وحشتني قوي يا رانيا. عامل ايه يا حبيبي؟ انا كويس قوي الحمد لله، بس اوعي تصدقي عني اي حاجه، انا بريئه رانيا، انا بريئه. يا بيبي لا مش مصدقه يا حبيبي، انت حياتي يا روحي، انا مصدقك انت بس. وانا كمان يا رانيا، انا بريء. ايه 12 بريء؟ ده هي قضيه واحده هتقعد فيها نص ساعه. بيبي بقول هم صحيح الكلام اللي بيقولوه ان انت عندك علاقه غير الشريفه بالست دي عادل؟ ها يا رانيا هيبقى ضرب جوه وبره، وبعدين خرجي ايدك بسرعه عشان ممكن ياكلوها. علاقتي اللي غير شريفه؟ انت على طول بتصدقي الاشاعات يا رانيا. رانيا انا ما اعرفش حد غيرك، وما حبيتش في عمري حد غيرك يا رانيا. تيتي والله وانا مصدقك يا حبيبي، وانا كمان عينيك يا عادل، عينيك حاسه ان هم عمصين كده مش عارف. حزين عشان الظروف اللي انا فيها يا رانيا. معلش بس انت اهم حاجه عرفتي كل حاجه. يا دولة واحنا في وقت حب دلوقتي يا دولة، ما تخليها بقى تقول لها تجيب لنا مهندس يطلعنا من هنا اهو. مهندس يطلعنا؟ اسكت يا عم، سيبنا في اللحظه الرومانسيه اللي احنا فيها دي ارجوك. ايوه صح والله. الزيارة انتهت. معلش يا حضرة سول، ممكن بس تسيبنا خمسة كمان؟ فينش حضرتك بس خمس دقايق ما جراش حاجة. زقين. معلش يا رانيا شكله حافظ مش فاهم. ما جبتيش معاكي أي أكل عيش حلاوة بتاع؟ لا والله يا عادل، ده أنا كنت فاكرة يعني إن أنت هتبقى خايف هنا وبتاع فما لحقتش أجيب. بس أقول لك إيه، أنا ممكن أعمل لك ديليفري. ديليفري إيه بس؟ هيبرد على ما يفتشوه ويدخلوه لنا هنا. لا يا دولة والنبي بص، خليها تجيب لنا البتاع ده عشان أنا كان نفسي من زمان أو أدوق. هو إيه اللي نفسك تدوق؟ اللي هو الديليفري ده دولة. أنت عارف إيه هو ده؟ ولا مش ناقصة غباوتك خالص. رانيا اتكلي انت على الله، بس بقول لك ايه، لازم تشوف لنا على راي رمزي اللي هو المهندس اللي هيجي يخرب بيتك، المحامي اللي هيجي يطلعنا ده ضروري يا رانيا. طبعا يا عادل طبعا، انت بتهرج بس انت مش سايبني فلوس. فلوس خدي من ماما او سناء لغايه اما اخرج. ماما وسناء، يبقى انت لابد بقى في الزنزانه العمر كله يا حبيبي. يا رانيا اتصرفي لو سمحتي يا رانيا، اتصرفي بعد اذنك. مع السلامه يا رانيا. مع السلامه يا رانيا. مع السلامه. مع السلامه يا رانيا. مع السلامه. اوعى تكون بتسرق يا دول. عيب يا غير من الوقت ده، ده اتحرق البيت ده على طول. خساره. عادل ورمزي. ايوه حضره الضابط عايزكم، خدتوا براءه. براءه دولة كفيني. دولة جبت لك شريط ام كلثوم اللي انت عايزه يا عم. جبت الاطلال؟ الاطلال ايوه، هي دي الأطلال طبعاً. تشوفت يالا الأغنية دي وأم كلثوم بتقول كيف كان الحب أمسى خبراً وحديثاً من أحاديث الجوى. شفت الكلام؟ الله يا دولة الله. ألا يعني إيه الكلام ده يا دولة؟
الكلام انت مش فاهم الكلام بتاع الاغنيه. لا يخرب بيت. بص يلا، كيف كان الحب امسى خبر، يعني كيف كان الحب، عارف انت الحب اللي هما اتنين بيحبوا بعض. امسى خبرا، امسى اللي هو ايه، اتمسوا بالخير عشان ايه اتاخرت والدنيا ليلت، وخبرا هجيب خبرك لو اتاخرت تاني، انت فاهم. يا دوله الله على الكلام، مين اللي كاتب الكلام ده يا دوله؟ ده الاطلال يا ابني، قصيده جامده للشاعر الكبير الاستاذ رياض الصنباطي. طب دوله يعني ايه الاطلال، يعني ايه بس هي دي بس اللي انا مش فاهمها. يعني الاطلال لما بيكون ايه، مثلا واحد واقف في الطل كده وعمال بيطل على واحد تاني واقف في الطل بيطل على، يعني هم دول الاطلال بقى. انا بقى كنت فاكر حاجه غير كده خالص يا دوله. شوف الزبونه دي، اهلا وسهلا حضرتك، اي خدمه؟ عايزه تمثال ولا ورق وردي؟ انا عايزه اشوف توت عنخ امون. ايدك على 200 جنيه. انا عايزه اتفرج بس، انا ما بشتريش. لا واحنا هنا حضرتك في المتحف، احنا هنا بنبيع بس حضرتك. كم من تافه تعثرت به ليلا. دي الاطلال صح؟ امسيت ثم اصبحت دونه صبحا. اذا الكلاب عوت لا تستغربي ولا تسألني نفسك هل هذا صوتا لبلبلي. كم من صدفة كشاعرة تلقيني أمام شاعري. يا أهلا وسهلا، شاعرة عندي في البازار، اتفضل يا فندم. يا أهلا وسهلا رمزي، نريد 2 حاجة ساعة. حاضر يا دول. أنا الشاعرة حفيفة حب، رئيسة رابطة الشعر الميتم. يا سلام، رابطة الشعر الميتم طبعا معروفة، اللي أنشاها الأستاذ سعد اليتيم الله يرحمه. أيوة، وعضو ناشط في جمعية القصيدة العمياء. طبعا القصيدة العمياء اللي أنشاها الأستاذ سيد لعور الله يرحمه في قصر ثقافة الأنفوشي الله يرحمه. إيه ثراء المعلومات ده؟ أنا للأسف كنت فاكراك زي بقية العامة والدهماء اللي ما يفهموش قيمة الشعر. ايه ده انا ما فهمش قيمة الشعر؟ لا بقى، ده حضرتك انا حافظ كل القصائد بتاعت الشعر، عندك مثلا الاطلال اللي هي اتمسوا بالخير عشان الدنيا ليلت وهنتأخر وبدل ما اجيب خبرك، صح ولا لا؟ اين حاجة ساعة؟ روح هات حاجة ساعة. عجل. حاضر ادوله. حاضر. للأسف يا مدام شريفة الكلمة اصبحت رخيصة. انا اسمي حفيفة حب، أنا أنسة، أنا راهبة الشعر الميتم، وسوف أعيش في محرابه حتى سكنات الموت. عارفة سكنات الموت اللي هي قبل سكنات المعاد اللي هي بعد حدائق الموت؟ أيوة. بس مين يقدر؟ حضرتك أنا أقدر طبعا، لأن أنا شاعر بالصليقة مع حضرتك الشاعر عادل سعيد. عادل سعيد، عادل سعيد سعيد، انت عارف اسمك بيجمع بين ايه؟ بين العدل والسعادة. يا له من رمز. لا حضرتك ده بقى يبقى اسمي انا، رمز ابن عم عادل سعيد. انت ايه اللي خلاك تتكلم؟ دول ولا رمز؟ روح هات الاتنين حاجة ساعة. عجل. حاضر يا دول. حاضر. وماذا عن مؤلفاتك؟ حضرتك انا عامل 12 ديوان في البيت يعني، وحوالي 35 قصيده فرط كده هو، يعني غير ما يستجد من افكار بتجيلي وانا قاعد. انت محتاج اطلاله جديده، اشراقه يوميه. من الممكن ان نتقابل ونقرا اشعار بعضنا البعض ونتعرف على بعض اكتر. حضرتك ممكن اخد منك رقم موبايلك؟ انا اكره الحياه المدنيه، موبايل، كمبيوتر، خلاط، الاله هرست الانسان، هرسته. يولع يولع، يستاهل يتهرس طبعا. حضرتك يعني طيب بقى كيفيه الوصول ليكي هعمل ايه يعني؟ من الممكن ان تجدني في خلوتي الشعريه من الساعة 5 لـ 6 في المطعم اللي جنبك. طيب هل أستطيع أن أشاطرك بعض اللحظات في المطعم؟ بس كل واحد على حسابه. حضرتك أنا ممكن أعزمك. من فضلك يا أستاذ عادل ما تحاولش تفرض سلطتك الذكورية عبر استخدام المال. خلاص يا فندم، كل واحد يحاسب لنفسه، ما تزعليش.
وعلى لقاء. على لقاء. دولا دولا انت خدت من البت دي 200 جنيه ولا لا؟ ياد مش مهم يالا يا رمزي. لا مش مهم يا اروح اجيبها لك من شعرها كده. ايه العنف اللي طلع لك فجأة ده؟ ما انت طول عمرك مسالم وهبل والناس بيضحكوا عليك. مش مهم يالا. وبعدين القسوة دي ما ينفعش تبقى مع شاعرة رقيقة. دولا انا خايف اصل تكون حبيتها دولا من ورايا. لا يالا احبها ايه يالا. سأهاتفك ليلا. لا ديوان حضرتك سأهاتفك ليلا ده حضرتك يعني متهيألي معبر عن نفسه. ممكن تنزل عليه اعلانات موبايلات وممكن تنزل برضو كمان اعلان بتاع هاتفني شكرا. يعني حضرتك قلت لي الديوان بتاعك اسمه ايه؟ يا فساتي بحر. يا فساتي بحر. بس احنا كده بنهوي بالشعر لقاع المجتمع. حضرتك احنا لازم نبقى مع الشباب ومع التجديد. مش معقولة هنسيب الولاد والبنات طول الوقت بيبعتوا لبعض مزدات يعني. احييك جدا واربط على كتفك. انت بعت القضية يا هفيفة. ومش بعدت شيئي موبايل وتبقي شاية اشتايي. وبكرة تبيع موهبتك على أرصفة الحياة المدنية. يبقى في العتبة بقى ايه فرد على الرصيف كده وبتبيع اشعار عادي جدا يعني. انا ماشي. وانا كمان ماشي. يا شعرة مش معقولة يعني هتزعلوا نفسيكوا عشان ايه؟ ده اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. يا شاعر يا شاعر بعد اذن حضرتك. حضرتك الاسم ايه؟ انا ما تعرفتش. انا الساعي ابراهيم زغيوي. يعني بتمضي كده الساعي ابراهيم زغيوي؟ يا عيني يا شاعر. شكرين او شكرين. لا تغضبي لا تغضبي. الجو خلاص تلوث. مش ممكن الطاقة السيئة دي. ابناء الجيل الواحد بياكلوا في بعض. والله يعني عارف حضرتك انا سعيد جدا ان انا قاعد مع موهبه فظيعه زي حضرتك. ما تتخيليش مدى سعادتي يعني. استاذ عادل انا كمان حابه اعرف موهبتك اكتر. ممكن تسمعني حاجه؟ طبعا ممكن. كانت هفيفه في البدء زبونه كانت تتحدث برعونه وتقول الله هم هيخوتونا. الواد رمزي قال لي ايه ده؟ دي مجنونة؟ قلت له لا انها جوهرة مكنونة. وانا وهي اصبحنا زي الليفة والصابونة. يا الهوس لم تسمع اذني شعرا من هذا من قبل. بصراحة انا ما سمعت الشعر انضف من كده. على اساس الليفة والصابونة بينضف الودان يعني. استاذ عادل يبدو أن الانسجام متبادل والتلقي ملتحم والتعاطف منسجم. أنا بصراحة كبرت بقى خلاص كده يعني. أيوة حضرتك يعني قصدك إيه بكبرت يعني؟ عادي إحنا إخوات يعني كشعرة لازم نساعد بعض يعني. شعرة يبدو أنك خجول وما بتعرفش تعبر عن مشاعرك زي. لا والله انا بحس يعني عارفه حضرتك ان المشاعر اللي بتيجي بسهوله بتمشي بسهوله يعني. استاذ عادل ايوه انت عارف طبعا ان لحظه المخاض الشعري دي ممكن تيجي في اي وقت. ايوه ولطيف قوي انه البني ادم يلاقي حد يسمعه في اللحظه دي. وما بالك بقى لو كان الحد ده طقم الشعري. ايوه عارفه حكايه الطقم الشعري ده. انا ياما موضوع اللي هو الاشعار يعني ما كانتش بتيجي بسهوله عشان كنتش لاقي توام الشعري يعني. سبحان الله بس يعني عارفه لقيتك اهو الحمد لله فادي يعني ممكن تبقي توام الشعري يعني. تسمح لي انك تكون اذني الثانيه في لحظات مخاض الشعري؟ يا سلام انا كلي اذان صاغيه. اتفضلي حضرتك. مش حابه يعني ابقى بتقل عليك. لا حضرتك مش بتقل عليك بتزنقه يعني بس يعني اتكلمي يعني. لا 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 خلي اللي فيه لي في كيس اسود هاخده معايا البيت. واضح ان حضرتك بتجري على شعرة صغيرين. ايه اخويا الصغير ساب المدرسه واشتغل شعر. واخويا الاصغر منه معدي بلون خراطه ودلوقتي سارح بيكتب نثر. واختي ايوه مالها اختك؟ مقضيها قصص كثيره. يا ما شاء الله يعني البيت كله يعني شعرة يعني الواحد يحس كده ايه بيت الشعر. يا بيتنا على بابك قصايدنا بيت الشعر. يا بيتنا
عادل عادل اصحى يا حبيبي، الباب بيخبط. ده مين اللي هيجي لنا الساعة 3 الفجر ده؟ أشوف. أيوه دول يا حبيبي. محتاجينك يا عادل، أنا في حالة مخاض شعري، أرجوك ساعدني. ادخلي سخاني مية يا مرات عمي بسرعة، في طلع شعري دلوقتي. والولادة الشعرية القيصرية دي ما تجيش إلا في انصاص الليالي يعني. مين دي يا عادل؟ دي الأستاذة هفيفة حب توأم الشعري. إنه ينطق باسمي، إنه يتبارى بحروفي. مين دي؟ ابعدوا عنها دلوقتي، إحنا بصدد ميلاد قصيدة جديدة. وإنت نفسك في ولد ولا بنت يا دولة؟ أحتاج إليه بين سكنات الليل وهزيع الزمهرير. هتزيعها؟ دي بان عليها مذيعة. لا الحقها يا عادل، حرامجي هتموت، هاتوا دكتور. لا هي مش محتاجة دلوقتي دكتور، هي محتاجة مدرس أول لغة عربية. أنت طبيبي، أنت ملاذي، أنت حبيبي، هازي أنت دوائي وأبكازي. أنت ليلتك مش معدية لليلادي يا ماما. يا حبيبتي أعرفك أنا المدام، حضرتك بتعكسي جوزي قدامي. لا رانيا بتعكسني. ايه يا رانيا، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا يا ماما دي شاعره. شاعره ايه؟ دي خيانه معلنه. اتلميت عليها في انه عصر الثقافه دي؟ اصل ايه يا حبيبتي، دي تربيه حواري. لا يا ماما، دي ست مجنونه، اطلبوا لها مستشفى المجنونات. لا بلاش مستشفى المجانين دي يا دوله والنبي. طبعا خايف تتمسك انت جبت. بينها بتخرف، طلعوا بره. ايه الاوفر بتاعك؟ وسخنه قوي، بتحط ايدك على بوتاجاز؟ انا ما اسمحش، ضمير الشعر ما يسمحش انها تطلع بره. شفتي يا مامي؟ شفتي خايف عليها ازاي؟ هيموتني. ارجوكوا، مش عايزه عطف او شفقه من حد، جنبات الليل اولى بيا. خلاص يا جماعه، انا هوصل البت دي يعني. يلا قوم يا بت، وبالمره تغسل لي هدومي في البازار. بت ايه؟ وتغسل لك هدوم ايه؟ انا هاجي معاكم. لو رحت معاها هترجع مش هتلاقيني، انا بقولك. خلاص رمزي، خدها وانا صاحي طول الليل، لو حصل اي حاجه كلمني. ها حاضر يا دول. على لقاء. ده الواد رمزي. مين؟ انا رمزي يا دوله. في حد معاك يا رمزي؟ لا انا لوحدي خالص، وجايب لك ايراد المحل كمان، افتح بسرعه. ايه جايب لي الايراد دلوقتي ليه يعني؟ من قيمة ما سمي. يا حبيبتي اهدي بس، انا والله متفهمه موقفك كانثى مجروحه، لكن العقل اسلم في المواقف دي بكتير. عقلي ايه يا ماما، دي خلاص بقت في الجمالات كرسمي. استهدي بالله يا بنتي، دي اساسا محتاجه زار يطلع العفاريت من جدتها. هو انا مش واحده زي ومن حقي احلم واتجوز واسيبني من الشعر والكلام الفاضي دي؟ انا كعب رجلي مبره من اللف في معرض الكتاب. وايه خدت ايه؟ قوليلي خدت ايه؟ انا عايزه راجل كده اتجوزه ولما يرجع يلاقيني مش طبخه يرقعني على لو على قد قلمين ما تيجوها، لو على قد قلمين انا تحت امرك يعني. وايه المبرر الدرامي؟ لازم تبقى جوزي. ما حضرتك بحثك عن المبرر الدرامي وعن الثقافه دي هي اللي مودياكي في داهيه يا حضرتك. يا حبيبتي معلش، سن الجواز اتاخر، انا عايزاكي بقى تصمدي وما تتهزيش. ما تتهزش ايه، دي خلاص دي طايره. يعني هو لازم جواز؟ ما تعيشي حياتك على النت. انت الحبيب وانت الدواء، هيا بنا على المخزون. طب منزل اجيب المخزون هنا بدل ما يهرب منك تحت يا بيه. تعالوا يا دكتوره، اهي بنت المجانين اهي. انتشروا. حرام عليكوا، سيبوني بقى، انا عايزه اتجوز. تاني يا حفيفه، تاني؟ ده رابع راجل تحاولي تخطفيه. ها رابع راجل، انا بقى هرجعك تاني يا اختي وهتهربي. كهربا؟ لا والنبي لا، بخاف من الكهرباء. نو كهرباء. لا يس كهرباء، كهرباء وهات فرده هنا، هات فرده. خدوها. نو كسر. تعالوني
منين يا ام ميرفت؟ اسكت يا ام عادل، ده ربنا ستر. اه والله انا لسه بفتح باب الشقه يا اختي وبطلع كيس الزباله جنب الباب، لقيت المدهوله المجنونه بنت المهابيل دي ماسكه سكينه والدهولي ده قدامها، قلت يا لهوي في مصيبه هتحصل، على طول على التليفون. ايوه ده سعاد الغالي عندي، امال ايه؟ اصل انا اعرف المهابيل دول كويس قوي، لان سلفه ابن اختي كانت مجنونه بعيد عني، ولعت اختي في نفسها بالجاز وولعت في البيت كله. الف سلام عليك يا سعاد وعلى اهل بيتك يا اخويا. الله يسلمك. ايه حكايه المجانين دي يا دكتور؟ مش عارف اقول لكم ايه يا استاذ. خدوا بالكم، خدوا بالكم من عيالكم. الله المجانين بقى مالوا البلد، مالوا البلد. اه والله، ودي بقى ممكن تهرب وتجيلكم في اي وقت تاني. تهرب ازاي يعني حضرتك؟ هو مش حضرتك مدير المستشفى؟ ايوه. طيب ازاي تسيب واحده مجنونه زي دي تهرب، ولا واحد مجنون زي ده يهرب من عندك من المستشفى؟ ايه ده ايه ده، انا دول؟ اه عايز حضرتك ده مجنون. لا 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 ايه يا سوسن، لسه في حالات بره؟ في عيله صغيره بعيد. عجية صغيرة؟ سوسن انت عارفة موقفي كويس قوي من العيال، انا ما بحبهمش، ما بحبش اكشف عليهم، بيخشوا يتنططوا على كرسي ويقعدوا ينهقوا ويرفصوا. لا يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسلك. يعني ولا هتيجي بوكيا ولا بعد بوكيا ولا بعد بعد بوكيا؟ بعد بوكيا ايه؟ انت لاقين ناكل، دخليها خلاص. اتفضلي دكتور منتا زينة. دكتور منتا زينة، شكرا يا عفو. يا كميلة قطة، يا اختي يا كميلة بطة، شايفة الدبدوب ده يا حبيبتي؟ عارفة بيعمل ازاي؟ كاك كاك كاك، بيعمل كاك كاك. شفت الدكتور لطيف ازاي يا ياسمين؟ وبص بيهزر معاك ازاي. يلا يا دكتور البس لها بقى الماسك وغني لها عالم سمسم، عالم سمسم في سمسم رمضان. سمسم يا بيه، ما هو ده اللي بيسوس اسنان الاطفال. لا هو يسوسها لو حضرتك غنيته كتير يعني، لكن حضرتك ما تغنيش كتير يعني. حضرتك انا لطيف طبعا، لطيف قدام البنت والبنت واخداني ان انا قدوه يعني، فعارفه ان انا لطيف، فحضرتك يا ريت تضحك معايا يعني. تعالي يا حبيبتي تعالي، ماما اطلعي اطلعي اطلعي. يلا ياسمين، يلا ياسمين. خايفه ولا ايه؟ لا ما تخافيش ما تخافيش، يلا حبيبتي يلا نقتحم زي ما قلنا، نقتحم نقتحم على طول. يلا هوب الجرأه، وريني الجرأه. برافو عليك يا ياسمينة. برافو. شكرا. شويه اقعدي يا حبيبتي، ما تخافيش خالص يا حبيبتي، افتحي بقك ما تخافيش. بصي خدي ده خليه معاكي العبي بيه، واخر القعده هباخده منك، ما تخافيش ما فيش حاجه في ايدي خالص اهو، مش مهم ده، افتحي بقك. يلا يا ياسمين افتحي بقك. يا بس معلش يا دكتور مخضوضه شويه، ايه يمكن مش عارفه تفتح بقها ازاي. افتحي بقك كده اهو يا ياسمين، بصي اه 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 اه. من قبل ما رب الرحيم. ايه ايه ده؟ ايه ايه الكهف اللي جوه ده؟ ايه سنانك دي عليها احكام ولا ايه؟ احكام ايه يا دكتور؟ انت مؤكد ماشي بسنان والدك؟ حضرتك لا يعني لو بتتكلم يعني على السنان وانها مظبوطه وكده، حضرتك دي وراثه عندنا في العيله يعني، انا مثلا واحد من الناس بهتم بسناني جدا، بغسلها مرتين كل شهر. واضح واضح. تعالي يا حبيبتي انزلي يا ماما. ايه انزلي يا بابا. يلا إيه مش هتعمل لها اسنانها؟ اقعد يا بيه. حضرتك ايه؟ اقعد يا بنت اولى يا بيه، بنت وهي فاتحه بقها. اقعد يا بيه اقعد. ايه خير؟ افتح بقك يا بيه. افتح بقي. افتح بقك يا بيه. افتح بقك يا بابا. حضرتك لا مش عايز افتح بقي، ما ينفعش يعني افتح بقي. انت خايف ولا ايه؟ لا خايف من ايه يا حضرتك؟ افتح بقي ازاي يعني؟ يا دكتور بابا ما بيخافش، ما بيخافش هو، بس ما بيعرفش يفتح بقه. بص يا بابا افتح بقك كده. اه حضرتك يلا انتش السن، اجيب لك الكماشه انتش السن على طول من بقها وهي فاتحه بقها. متاخر خلاص، نزلت وانت طلعت. افتح بقك. حضرتك لا مش عايز افتح بقي حضرتك. يا حبيبي افتح بقك، انت خايف ولا ايه؟ يا رياض يا صبكي افتح بقك يا بابا، معلش هيتوجعك شويه، تخر دم شويه. يلا بس يلا يلا اقتحم، خد الدبدوب. حضرتك لا مش عايز افتح بقي حضرتك، انا جاي اعالج البنت مش اعالج نفسي حضرتك يعني. خش يا حبيبي امسكوه. ايه ده ما دام الحكايه كده هو بجد يعني حضرتك؟ خلاص انا مرتب اصل اسناني ترتيب معين يعني، فعشان ما تغيروش حاجه مكان حاجه، عشان لما باجي اطلب كل حاجه 15 جنيه بس. طب خد دي 5 جنيه وخلي الباقي عشان. ماشي. انا رمزي مطلع الودع من غير كيس يلا. ايه ده دول ده؟ ايه ده يا عم، انت عامل عمليه تجميل في وشك ولا ايه؟ زي لمياء وهبي.
لمياء وهبي يا هبل، اسمها شيماء وهبي يا غبي. وبعدين يعني هي نفسها مش عاملة عملية تجميل في وشها، عاملها مش في وشها. امال فين يا دول؟ مش في وشها يعني، بس كده احسن. يلا يا رمز انت رايك كده؟ ايوه دول والله كده احسن، بس انت بقى يعني كل لقمه وحطها هنا هون عشان يبقى بقك كله كده. انت بتضحك كده؟ بتتريق عليا ولا ايه؟ ماشي انا غلطان ان انا بتكلم مع واحد زيك. يا نهار اسوح، مدام رمزي الغبي ده خد باله، يبقى اكيد باينه قوي. بس على فكره ممكن دكتور السنان يلا يا رمزي هو اللي يكون عمل كده. يعني هو اللي عمل لي حاجه عشان وش يورم، زي مثلا ميكانيكي ما بتودي له العربيه حاجه بايظه فيها يقوم مبوظ لك حاجه تانيه عشان تروح له تاني يعني. ايوه دول، بس ايه علاقه دكتور السنان بالوش؟ لا هو ملوش علاقه يعني، حتى الوش من بره والسنان بتبقى من جوه. صح صح. وفي ايه جوه تاني يا دوله غير السنان يعني؟ اتفضل حضرتك خش بقى. ايه هتخش جوه بقى؟ هتخش جوه بقى ولا روح اتكل على الله على البازار اللي جنبينا، روح عد التماثيل اللي عنده يلا. لا يا دوله بقى، انا كل ما عد التماثيل اللي جنبه دي بيقعد يضربني يا دوله. طب ما انا عايزه يضربك، اتكل على الله. ماشي يا دوله، بس افتكر بقى ان الظلم دي نهايته وحشه يا دوله، وانت بتفتري عليا. حاضر ماشي. انا بفتري على شفت شفت سبحان الله، لسه ما كملتش كلامي اهو. احسن احسن ان شاء الله بقى جسمك كله هيضرب، ولا هديك الدواء بعد كده يا دولة. قول من هنا لبعد بكره يا دولة. ماشي، وساعتها بقى البازار ده هيبقى باسمي وهتجوز سنة اختك. هشرط يا اسم يا شوشن. فاضل حد بره؟ ياجي بتاع امبارح ووش ورم خالص. وش ورم؟ طب خليه قاعد عندك ودخلي لي اي حد تاني. مفيش حد تاني. خسارة. طب دخليه. خلاص. صدعتني. يا من تعصتك يا من تعصتك. وقت وقت. الف سلامة يا دول. يا رب يا رب اللي فيا يجي فيك يا رمزي. ربنا يخليك يا دولة ليا يا رب. وانت اللي ما سمعتش الكلام، مش لو كنا عالجنا المشكلة دي امبارح ما كنتش اتنفشت بالمنظر ده؟ ادي اللي اتنفشت حضرتك، فشاني بقى فشاني. نفشك. اتفضل يا سيدي عشان تتفش. اتفضل. انتوا كده انتوا كده العيانين براحتكم، مفيش حاجة قلقاكوا، انما احنا قاعدين قلقانين طول الوقت. العيادة هتجيب فلوس منين؟ ده الواحد بيروح ما بيعملش 3 جنيه في اليوم. بس رايح فين؟ رايح العيادة. جاي منين؟ جاي من العيادة. وادفع مصاريف مية كهربا ضرايب وسوسن. الله يخرب بيتك يا سوسن، لغاية ما الوجع جابك ليا على ملا وشك، وانا بقى بحب الوجع قوي. ايوه يا دكتور كده، اديله. لو سمحت يا دكتور، مش معقوله يعني عياده بتاع الدكتور اسنان يبقى فيها جزم؟ طلع الجزمه ده بره لو سمحت. بص لي بص. ايه يا نهار اسود ومبين؟ ايه ده؟ افتح بقك يا دكتور. ايه يا ابني ده؟ ايه ده؟ انت ما عندكش ولا سنه بايظه. يا خبر ابيض. طب وايه الحل؟ ما فيش علاج يا دكتور؟ مفيش اي علاج لامثالك. اللهم قلل من امثاله وزود من امثالك. وعلي بقى شويه. اطلع بره قول النبي. اطلع بره يا دكتور النبي. حاضر حاضر. افتح بس بقاك، افتح نكمل شغل في الخرابه دي. يا نهار اسود، احنا لازم نعمل اشعه. خد حط دي جوه بقك. حاضر. عشان نصور لازم نعرف فيه ايه اللسة اللي جوه دي، الكيس ده فيه ايه. حاضر حاضر حاضر. حضرتك طيب يعني اصل انا مش في المود يعني. لا والله العظيم هتبقى صوره حلوه قوي يا دوله، صدقني. بص هتبقى صوره تذكاريه ليك انا وانت مع بعض. يلا يلا بس يا حبايبي، احنا هنصور 4 في 6. اثبت. حاضر. اتفضل. عادل حبيبي انت كويس يا بيبي؟ طمني عليك. ايه ده؟ ايه الصاروخ ده؟ يا دكتور عيب عيب يا دكتور. صاروخ ايه؟ عيب. لا انا قصدي انه في السنه الوحشه اللي عندك محتاجه صاروخ حلو قوي عشان يطيرها. طمني يا دكتور هو كويس؟ بصي حضرتك انا مش عايزك تقلقي خالص، هو قمر زي الفل. يا دكتور بقول لك ايه، بص انا تعبان وخلقي ضيق يعني بلاش الحاجات دي. سوري انا يعني انا قصدي اطمنها على حاله حضرتك. قولي لي هو حضرتك تقربي له ايه؟ انا مراته والله. وانا دكتور سنان والله ممكن اخلعه. حلو قوي بس بلخلخه الاول. ولا ايه عجبتك قوي؟ ايوه دول قوي. اصل بيقول لك يعني هو دكتور سنان وانت كانك يعني سنه وبيخلعك. انت بتفصل لي النكته. طب ما انا غبي. ايه ده هو قصده كده؟ لا ولا دكتور سنان. وبعدين ما تحترمي نفسك. خلاص خلاص يا رياض يا صبجي. الله رياض الاصابك
كده، انا بموت في الحر وخصوصا اخر لحنه بتاعه اللي هو الراجل. حس صاحبك عني يا نهار اسود، اي افته وخلاص. رياض الاصابج قال رجب، رياض الاصابج قال هبطل السجاير واكون انسان جديد، معروف جدا يعني. صح دول. اتفضل خشوا. كانت عامل عمليه النهارده دكتور ولا ايه؟ بس انا شايف ان الحاله ما تستاهلش. بس يا حبيبي عايزين نكمل قصه الجهاز. كنت فوق. حاضر يا دكتور. يلا يلا اخرجوا بره عشان نعرف نشتغل. لا 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 حبيبتي خليكي لو عايزه. ثانك يو دكتور فيري ماتش ثانك يو. بيبي عايزني افضل جنبك؟ لا اطلعي بره، اطلعي بره بسرعه عشان ما تشوفنيش وانا بتمرمط. اطلعي بسرعه. اوكي عادل، خد بالك من نفسك يا عادل، وخد بالك من الفك السفلي اللي على الشمال ده، والنبي يا عادل الله يخليك. حاضر حاضر حاضر. دولا والله العظيم هتوحشنا يا دولا، اشوفك بقى في الجنه ونعيمها ان شاء الله. وما تقلقش يا دولا على البازار ولا على ياسمين، هخليها تتعلم لغايه لما تاخد الدبلومه بتاعتها. دولا مع الف سلامه. اطلع بره، لا اطلع بره. هتعمل ايه؟ ثبتوه. مسافر، جهزت لي التاشيره بتاعت السفر للحج ان شاء الله. عيب عليك، ده انا اسمي مسافر مش جاي من فراغ، انا اللي مسافر نص مصر. ياه الف مبروك يا دولا. على كده بقى حضرتك اللي سفرت عصام الحضري؟ عندك شيكابالا. ايه ده انت عندك شيكابالا؟ لا انت مش قلت اتعالجت؟ يا عم شيكابالا ده لعيب كوره، انا اللي مسفره. طب بلاش. عارف احمد حسام اللي بيلعب في توتنهام؟ الواد نيدو. اللي هو خلى توتنهام يعني بودره ولا ايه؟ مش عارف بودره ايه، ده لعيب كوره كبير قوي، انت ما بتشوفوش افلام. لا احنا عارفين يا دول، انت يا عم فرحتك بالحج يا عم مخلياك طايش من السعاده. كمل يا استاذ مسافر، والله العظيم انا قلبي ارتاح لك. شوف بقى، وسيبك من كل لعيبه الكوره والفنانين اللي احنا قلنا اساميهم دول، اهم واحد انا سفرته منعم. منعم رئيس الوزراء؟ هو في رئيس وزراء جه اسمه منعم؟ مش انت بتقول سفرته يا عم؟ يا عم منعم اخو مراتي، اخو مراتي. اخو مرات، ما عارف ده بقى، انت لو ما كنت سفرته كانت مراتك هي اللي سفرتك يا معلم. بقول لك يا استاذ مسافر، ما تشوف لي بقى عقد اعتراف في اي دوله كده. عقد اعتراف يا ابني مش لازم تسافر له، انا ممكن اعمله لك في اي اسم هنا. بقول لحضرتك ايه؟ تعرف الواد ده؟ انا رمزي يا استاذ مسافر، ابن عم دولا حبيبي. بس هو قريبي من بعيد يعني، ابن عم بس يعني. احسن. طيب استاذنك بقى في الفلوس. الفلوس؟ يا والله يعني مش عارف اقول لك ايه على مساعدتك ليا في موضوع الحج ده. دي بتبقى حاجه كده يعني لربنا، وان شاء الله احنا نتمنى لحضرتك حج مبرور. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. الف مبروك يا دولا. الله يبارك فيك. شكله بشوش. يلا خدت بالك؟ ايوه يا دولا والله، ده علشان بس نيتك يا دولا. الحمد لله. الا قول لي تروح وترجع لنا بالسلامه يا بيبي. الله يسلمك يا رنا. بصي يا عادل، انا مش زعلانه عشان مش هحج، لكن بطلب منك طلب عشان تصالحني. هات لي معاك ميه زمزم. يا سلام يا ماما، عينيا ليكي. طبعا اجيب لك كل اللي انت عايزاه ان شاء الله يا ماما. امال فين رمزي يا عادل عشان يجيب لك الشنطات تحت؟ رمزي يا ستي بعته يجيب لي اعلام بيضة اللي هعلقها في الميكروباص. اتفضل يا عادل، ادي لسه الطلبات اللي احنا عايزينها، حاجه بسيطه. دي حاجه بسيطه؟ حرام عليك. وانا طالع احج ولا طالع اعمل شوبينج يا اخوانا؟ الطلبات دي عايزه كونتينر لوحده او اجيب طياره شحن بقى لوحدي. افتح الباب. دولا حبيبي، ازيك يا سمينه؟ جبت لك الاعلام البيضاء يا معلم اهي. خرب بيتك ان شاء الله. ايه اللي انت جايبه ده؟ جايب لي اعلام الزمالك يالا. ايه دولا، ما بيضه بقى اهي يا عم، ما تدقش بقى. ما هو خطوط حمراء اهي قدام يا ده. انا اساسا وانا طالع المطار بعدي جنب الاستاد، عايز الاهلاويه يكرهوني يالا. ليه يا دولا؟ ده انا لافف لك علم من دولت بقى ابيض كبير قوي وكده على الميكروباص تحت يا حاج. يعني يوم ما تفكر تعمل لي مشاكل. عادل في ايه؟ العالم حلو يا عادل، ما تمشيها بقى. الله. طبعا العالم حلو، ماشي همشيها انه حلو. ماشي. خلي بالكم من نفسيكم، ربنا يخليكم ان شاء الله. وانا دول ربنا ياخدك ان شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. اخيرا اخيرا استفرست بالبازار لوحدك يا رمزي. انا الامر المستأمر المستني في البازار. ايوه جاي.
احلى حاجه واحلى طلب لرمزي باشا. لا كدب ولا فشخره يا رمزي باشا من مش هنزرع. احلى اربعكو كتير عدم لمؤاخذه يعني. شكرا. الحساب اللي عندك حساب ايه يا بدو؟ في ايه يا عم؟ اسجلهم على حساب البازار. لا لا لا، ده انت واخد 15 واحد كوكتيل لغايه دلوقتي. وايه يعني يا بدو انت هتنق عليا يا عم؟ وخد كمان يا عم 15 جنيه بقشيش. الله لا لا، ده انت باين عليك هتخربها يا رمزي باشا. سلام عليك. سلام يا بدوي، وبلغيني على طول. لا ما تاخرش عليا. عينيا. ياه يا حلاوتك يا ابو الرماميز. يا ترى بقى ابتدي بانهي الاول؟ بدي الاول ولا بدي ولا بدي ولا ايه الحيره المستديره اللي انا فيها دي؟ ابتدي بدي يا رمزي. اه صح والله، كانت تايهه عني فين. بس انا كنت هختار على فكره. متشكر قوي يا خواجه. دوله دوله حبيبي دوله، اتفضل يا دوله. الف حمد لله على السلامه. الف حمد لله على السلامه يا حاج. حاج ايه بقى؟ انا ما حجتش. انا اتنصب عليا يا ده رمزي، اتنصب عليا وما سافرتش. اللي اسمه مسافر ده طلع نصاب. يا لا، اداني تذكره مستعمله واداني تاشيره مضروبه. ايه يا دوله، تذكره مستعمله ايه يا عم؟ واحنا من امتى اصلا بنستخدم التذاكر؟ احنا على طول بنزوج يا دوله من اللي بيلم الاجره. يا لا، اجره ايه يا لا؟ هو احنا راكبين ميكروباص؟ دي طياره يا لا، طياره. طيب يا دوله، مش الطياره دي يعني يا عم ليها بابين؟ اه ليها بابين. خلاص يا دوله، كنت انت بقى تستخبى في الباب الثاني عقبال ما الكمساري يطلع من الباب الاولاني ويقوم مزوج كده وتقوم نازل بقى في محطته. انط من الطياره؟ ايه يلا يلا، هي طياره 30 بشرطه. يلا طياره ليها نظام. يلا انما رمزي بعيد عنه. اتنصب عليا. يلا اتنصب عليا. طب وانت جاي بتنهج ليه كده دوله؟ جاي من المطار ماشي يا سيدي، معيش فلوس. انا طب ليه يا دوله؟ ما معكش فلوس ازاي يعني؟ خالص معكش فلوس خالص؟ ايوه معيش غير ريالات. طيب يا دوله، ما انت معاك اهو، كنت تدفع ريالين يا دوله، او الاجره كمان ب40 قرش يعني عادي جدا. بص مش ناقصه غباوه خالص، كفايه اللي حصل لي النهارده، كفايه ان اتنصب عليا. هروح البيت ازاي؟ طيب بص يا دوله، لا انت تروح، لازم انت تروح عشان تاخد دش كده من الحج. يا حج يا حج. يا غبي يا غبي، ما حجتش. نصب عليا، وبعدين ما ينفعش اروح لهم البيت وانا كده اهو، كلهم مستنيين ان انا راجع لهم من الحج وبدعي لهم واخد لست الدعاء قد كده. هرجع اقول لهم ايه؟ لاهلي ولا الناس اللي في الشارع ولا جيراننا ولا الناس اللي هنا في البازارات؟ هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ اه صح يا دوله، ده انت في ورطه. طب وهتعمل ايه بقى يا صاحبي؟ مفيش بقى غير ان انا ايه، اقعد العشر ايام بتوع الحج هنا هو في المخزن بتاع البازار. بعد ما يخلصوا العشر ايام ارجع لهم كاني راجع من الحج بقى. يعني ما هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ صح يا دوله، فكره حلوه قوي. بس ما تنسانيش بقى يا عم، بعد العشر ايام دولت وانت راجع من الحج ان شاء الله تجيب لي المصليه والسبحه بتاعتي. يا حاج يا حاج. يا لا ما حجتش. يا لا اتنصب عليا. اتنصب عليا يا غبي. يا نهار ابيض، جه اليوم اللي انا اترمي فيه في المخزن بتاع البازار مع الكراكيب ومع الزباله بتاعتك دي. يا دوله، الكل ظالم بدايه. اه والكل فارش ملايه. انت ايه، شمتان فيا ولا ايه يا رمزي؟ لا يا دوله لا والله، ده انا بحبك يا دوله يا حبيبي. ده انا يكفيني فخريا ان بير اسرارك. انت بير حرماني يا ابني. انت سرداب مظلم ملوش نهايه. سنجاب؟ ايه سنجاب دي؟ لا بقول لك ايه، شتيمه. لا يا دوله، بدل ما اسيب البازار وتتصرف لوحدك يا حاج. لا 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 لا، انا مش قاصد خالص يعني. سنجاب؟ لا انا اسف، انا اسف يا رمزي، يا حيوان يا حبيبي يعني. اه تعدل كده. ايوه حاضر اتعدل. يا جزمه يا جديده بتلمع لميع يعني، يا كلب بوليسي. اه ايوه كده، خلاص انا سامحتك. خلاص يا دول، بس هتشتم تاني وتقول سنجاب دي تاني؟ لا مش هعديها لك يا رمزي. ايه ده سلام؟ يلا بقول لك ايه، اطلع لها بسرعه بدل ما تيجي نوع على المخزن. اطلع بسرعه. حاضر حاضر يا دول، ما تخافش. حاضر. انت يا زفت يا مقرف يا اللي اسمك رمزي. رمزي. ايوه سناء. كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت فين؟ كنت بشوف التماثيل بس متربة، ولا لا قدر الله التراب راح من عليها. خلاص ما تحكيليش قصة حياتك، أنا ما بحبش أجي البازار عشان كده. يلا اجري، هات الدفاتر والإيصالات كلها بتاع السنة فاتت عشان أعرف عادل كسب قد إيه والإيرادة قد إيه. حاضر يا سناء، أنا ممكن أروح أسأل بس دولة؟ يخرب بيتك، رايح فين؟ هتفضحنا. استنى، رايح فين؟ رايح فين؟ بقول لك مسافر، مسافر، إيه مش فاهمة؟ مسافر. صح مسافر. صح مسافر بعيد. طياره طياره فوق. اه طياره طياره تحت. هزر هزر وغني بقى.
دلوقتي. ده عادل لسه مكلمني من 10 دقايق، قال لي اجري على البازار روح شوف الايراد وشوف الشغل ماشي ازاي. يا شيخ ده انا سمعت كل الناس اللي واقفه حواليه وهو عمال يقول لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، يا رب وعدني يا رب زيك يا عادل. امين يا اختي امين. كدابه والله العظيم كدابه. ماشي يا سناء، عايزه تسرقيني؟ ايدك على اراضي النهارده. حاضر يا سناء اتفضلي. ده اراضي النهارده؟ ما لا ولا لا. لا هو اراضي النهارده بس هما بقى ناقصين 45 جنيه حساب الكوكتيل. كوكتيل ايه بقى؟ كوكتيل يا ستي كندوله شاربهم كده هم ب 45 جنيه كوكتيل وما حاسبش عليهم من السنه اللي فاتت. كذاب والله العظيم كذاب. ماشي يا رمزي بتسرقني؟ ماشي يا رمزي. انا همشي دلوقتي وهاجي بكره عشان اخد الايراد واتابع الشغل زي ما عادل قال لي في التليفون. حاضر يا سناء مع الف سلامه يا نقنق يا حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي. ايه 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 نقنق وحبيبه قلبي؟ هو انت هتستفرد بيا عشان انا وانت لوحدنا في البازار وعشان اخويا غايب فاكرني سهله ولا ايه؟ انا اسف يا نقنق. بفتكر. انا اسف بحسب